أحرق مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي يوم أمس عددا من منازل المواطنين في مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية إن مسلح الحزام الأمني بقيادة المدعو عبد اللطيف السيد اقتحمت منطقة زهرة خليل بمديرية دار سعد وأحرقت عددا من المنازل المبنية من الخيام. وأوضحت المصادر إن المنازل تعود لعدد من الأسر الفقيرة. وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت مساء أمس اشتباكات بين مواطنين ومسلحين من الحزام الأمني التابعين للمجلس الانتقالي إثر محاولة مسلح الحزام تنفيذ مداهمات واعتقالات لعدد من المواطنين الموالين للشرعية. صباحنا على النار على طول. فين اروح؟ 16 بيت ومش